السلام عليكم ناس الكل، مرحبا بكم معايا من جديد. شنو احوالكم؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا الكلكم في خير وفي صحه جيده. وصفه اليوم وصفه لي غوفر، كما تشوفوا في التصاور حاجه بنينه على الاخر، تصلح لفطور الصباح والا للغوتي الصغار، نجمو نعملوها لهم لمجه. طريقه يعني سهله على الاخر، اقتصاديه، مقادير يعني قليله، يعني نلقاوهم في كل منزل، نتحصلوا على كميه وفيره. تابعوا معايا الفيديو للاخر تلقاو فيه تفاصيل الكل. ما تنساوش اذا عجبتكم لا فيديو حطوا جيم باش تدعموا القناة. نبداو على بركة الله في طريقة العمل ونعطيكم في نفس الوقت المقادير. لهنا نحتاجو 230 غرام فارينة طحين أبيض، وزدت معاهم مقدار 20 غرام شاي. لهنا انشي باش يخلي قوام الغوفر خفيف على الاخر، وزدت معاهم 6 غرامات خميره حلويات. نخلطوا لهنا المكونات الجافه الكل مع بعضهم، وانا لهنا سبق لي وغربلتهم راهو هذوما الكل قبل ما نبدا الفيديو. من بعد خذيت بياض بيضه واحده وزدت معاه رشه ملح، ولهنا باش نخفقهم بالخلاط الكهربائي حتى يتضاعف الحجم نتاعو ولون البيض يتبدل ويولي كيما الثلج. لهنا خديت زوز بيضات كاملين وزدت معاهم صفار البيضه اللي نحيتو قبيليك البياض اللي طلعتو هذاك قبيلي. ولهنا الخليط هذا باش نزيد عليه 35 غرام سكر، ومعاهم باش نزيد شويه خل، يعني ما يعادل مغرفه صغيره تاع ماكله خل. الخل هنا جوست باش ينحي لنا الريحه الخايبه نتاع العظم. وباش نزيد شويه فاني هنا، معناتها استعملوا الفاني اللي عندكم. هذوما باش نكمل انا لهنا نخلطهم بالخلاط الكهربائي حتى لين يذوب السكر كومبليتمون، يعني ما نسحقوش انه نطلعوه برشا الميلونج هذايا. توا بعد ما ذاب السكر باش نزيد مقدار 80 مليلتر زيت على 3 مرات، ونواصل عمليه الخفق. لهنا بالنسبه للزيت نجمو تعوضوه بالزبده، زبده يعني تاخذوا مقدار 80 مليلتر زبده وتذوبوها وتخليوها تبرد قبل ما تحطوها في الميلانج. الحقيقة أنا جربت بالزبدة ما عطاتش فرق كبير، يعني نوليو نستعملوا الزيت خير وأرخص. هنا كملت بالضرب الكهربائي باش نحيه، وتوا لهنا نحتاج 250 مليلتر حليب، وباش ناخذ المواد الجافه اللي خلطتهم قبيله كما بعضهم، يعني الفارينه والنشا والخميره، باش نحط منهم لهنا شويه على الخليط تاع البيض ونخلطهم مليح. نخدمهم باليد يعني بالفوي على ما نخدمهم، ندخلهم مليح في الخليط هذيك، ومن بعد نزيد عليهم شويه حليب. نقعد نخدم بالطريقه هذيك، مره نحط فرينه مره نحط حليب حتى لين نكمل الكميه الكل اللي عندي. يعني نخدموا بالطريقه هذه باش ديما نحافظوا على الميلونج نتاعنا، نحافظوا على الخليط يكون القوام نتاعو سائل، ما نحطوش كميه الفرينه الكل، يعني ما نحطوش كميه المواد الجافه الكل مع بعضها، يولي عندنا خليط عاقد برشا وما يتحللناش في صافيسا. نخدموا بالطريقه هذه اسهل وخير.
لهنا كملت دخلت الحليب والمكونات الجافه الكل. اخر مرحله توا باش نزيدو بياض البيضه اللي طلعناه في اول فيديو باش نزيدوه ونحركو بشويه بشويه من اللوطه للفوق. بياض البيضه هذايا يعني باش يدخل لنا الهواء للعجينه نتاعنا ويخلينا الكوفر نتاعنا بعد مهوي من داخل ويخليه القوام نتاعو يعني خفيف يجينا خفيف على الاخر. لهنا الخليط ولا جاهز، شوفوا القوام نتاعو يعني ماهوش عاقد برشا وماهوش جاري كما تشوفوا فيه تويكا في الفيديو. يعني لهنا ما نستحقش انه نخليه يعني يرتاح، باش نخدم مباشره ونسخن لاباري غوفر نتاعي. نسخنها قبل ما نبدا نخدم بها. لهنا لاباري نتاعي لهنا انا كي تسخن تشعل خضره. بالنسبه للخليط هذا راهو تنجموا تحضروه في الليل وتستعملوه الصباح، يعني يقعد في الثلاجه صالح لمده نهارين ثلاثه ايام هكاكا ماكسيموم ما يفوتش. وقت اللي تحبوا طيبوا لي كوفر تنجموا طيبوهم. لهنا باش ندهن بعد ما سخنت لاباري نتاعي باش ندهنها بشويه زيت او زبده، باش ندهنها شويه وكهو لتفادي انها تلصق لي. ونصب الخليط نتاعي نصبه في الاله حسب يعني الكبر اللي تحبوه. لهنا باش نعبيها الكل، وردوا بالكم يعني ما تحطوش كميه كبيره على خاطر بعد راهو يخرج يفيض يعني على جناب، خاطر ما تنساوش اللي الخليط فيه الخميره معناتها باش يزيد يتفخ. نحاول لهنا نوزعه، شفتوا كيفاش الخليط كي نحطه في لاباري يمشي وحده وحده ما يسيحش برشا وما يقعدش زاده موش عاقد برشا باش يقعد في نفس البلاصه اللي نحطوها. هذاك هو القوام المثالي اللي يلزمكم تتحصلوا عليه. شفتوا كيفاش يمشي وحده وحده الخليط، ماهوش جاري برشا وماهوش عاقد كما قلت لكم. وتعاودوا تسكروا لاباري نتاعكم. انا لهنا لاباري نتاعي يعني كيتيب الكوفر تشعل خضراء. فما راهو الات اخرين ما يقولكش معناتها اللي هي طابت يزم انت تتفقدها كي تراها حمارتها كي وكل شيء راهي طابت، سينو تعاود تسكر عليها لاباري وترجعها تطيب. شوفوا لهنا طابوا يعني لونهم ما شاء الله رائع. كي تخرجوهم من آلة الكوفر حطوهم على شبكة كيف هكا باش يبردوا، ما تحطوهمش على بعضهم على خطر يعرقوا. لهنا شفت اللون نتاعهم يعني جاي لون رائع يعني ما شاء الله. باش نوريكم توا بعضنا طريقة ثانية. هنا خذيت لوش صغيرة أصغر وباش نحط الخليط في الوسط كهو، ما نحطش كمية كبيرة جوست نحطه في الوسط كهو، ومن بعد نسكر عليه لاباري ونخليه يطيب يعني يعطينا الشكل اللي شفتوه في أول فيديو شكل عشوائي. باهي لهنا عندي ملاحظة بالنسبة لكمية السكر، يعني كمية السكر ما حطيتش كمية كبيرة أنا ملول في العجينة. علاش؟ تنقولكم علاش؟ ما تحاولوش أنكم تزيدوا كمية السكر على خاطر بعد الكفر نتاعكم شي حمار بارشا وماهوش باش يطيب، يظهر لكم اللي هو طاب الوغ هو تلقاوه ني من داخل، على خاطر دور السكر راهو في العجينه في اي عجينه انه يحمر العجينه. كي باش تزيدوا لهنا في كميه السكر يولي يعطيكم يعني يحمر لكم برشا يغمق الكفر وما يطيبش راهو، يعني فيسا فيسا دوبا ما تحطوه في لاباري فيسا يحمر وما يطيبش بالكدا، يعني ما تحاولوش تزيدوا في كميه السكر. شوفوا لهنا ما شاء الله كيفاش يعني اللون نتاعهم رائع. ونقسم لكم كعبه لهنا تشوفوا الشكل نتاعها النهائي من داخل، شوفوا كيفاش يجي خفيف 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 على الاخر ويتقرمش. وما شاء الله شفتوا الكميه هذيك نتاع العجينه عطاتني يعني كميه وفيره كما تشوفوا هكايا تقريبا يعني 10 كعبات كبار وشويه الكونتيتي هذيك الكميه صغيره، يعني ما عملتش برشا يعني الشكل العشوائي اللي تشوفوا فيه لهنا. العجينه يعني هذه بعد ما طيبوها تبرد نجموا راهو تحتفظوا بها في المجمد تحطوها في ساشي هكا دو كونجيلاسيون. وقت اللي تحبوا يعني تاكلوا الكوفر تجبدوها قبل بنص ساعه وتعاودوا تسخنوها في لاباري هي نفسها، تعاودوا تسخنوها يعاود يرجع يتقرمش من لولو جديد. بالنسبة للتقديم انا لهنا حطيت معاه شوية عسل وشوية فواكه جافة ورشيته بالسكر غلاس، وتنجموا زادة تتناولوه مع الشوكولا وشوية فواكه كما هكا شوية بنان فريز وإلا اللي عندكم انتوما. ما تنساوش اذا جربت الوصفة وعجبتكم خلوا لي رايكم في التعليق، وتوا نقولكم في امان الله.